اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. انا على الهواء، تقدروا تكلموني على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم. لو اي وصفات، تعليقات، حاجه عايزين توصلوها لنا، ابعتها لنا على البيج بتاعتنا شبكه وصناره على الفيسبوك. هعمل النهارده سمك بولتي سنجاري مفتوح من فوق. اقول لحضراتكم على الطريقه، على المكونات: فلفل الوان وفلفل حار، بصل وطماطم، ثوم، بهارات سمك، كزبره فريش، صلصه طماطم، صنوبر، عصير ليمون، و سمكه بولتي. اي نوع سمك ينفع. هنطلب بس من السماك علشان نسهل الامور على نفسنا ان هو يقطعها لنا سنجاري. لو حصل ان احنا كان عندنا سمك و يعني جايبينه وحاطينه في الثلاجه ولسه ما تقطعش، ممكن بدل ما نتعب نفسنا ونحس ان الموضوع صعب جدا، هنفتح السمكه من بطنها عادي خالص، وايه وهنشغلها في بنفس طريقه السنجاري لكن هتبقى مفتوحه من البطن. هحتاج ان انا اقطع الفلفل جوليان او صوابع طويله كده. انا هحاول اسرع شويه علشان هدخلها الفرن. طبعا سمك قد دي في الفرن يعني مش هتكمل، مفيش يمكن اقل من 10 دقايق، يعني لو السمك اكبر من كده سنه 12 دقيقه. فهحتاج ان انا علشان كمان اطمن ان الخضار استوى، هشوح الخضار كله على البوتاجاز. نقطع بس كده ايه كل حاجه، وما دام هنستعمل الفرن نفتكر كويس قوي ان احنا نولع الفرن قبل ما نبتدي نستعمله. الفلفل ده حراق جدا كده، كفايه قوي بيبان على طول من الريحه. طبعا نخلي بالنا كويس قوي ان احنا ما نحطش ايدينا على وشنا او اي حته حساسه لو استعملنا فلفل. هحط بقى شويه من زيت الزيتون كده علشان ابتدي اجهز كل حاجه على طول. بعد كده هعمل سلطه سلمون مدخن بالمايونيز. بعد ما اخلص بقى الاكله دي هقول لحضراتكم على المكونات وعلى الطريقه، وهي سهله قوي. هقسم البصله نصين، نص هخليه حلقات علشان احطه تحت السمكه علشان ما تلزقش في الصينيه اللي داخل الفرن، والنص التاني هنقطعه ونشوحه مع بقيه الخضار. يعني هي سمكه واحده فتقريبا يبقى كفايه عليها اقل من نص البصله. نقطعه كده اي تقطيعه، بس المهم يبقى ايه، نفتكر دايما اي خضار بنقطعه، اي حاجه بنقطعها نقطعها تبقى بنفس المقاسات. يعني ايه بنفس المقاسات؟ يعني يبقى كل حاجه متساويه علشان كل حاجه تستوي في نفس الوقت. نسوي كده، نعلي النار شويه. البصل اللي فاضل ده يا دوب بس هنبقى مجهزين طاسه او صينيه تخش الفرن علشان نحطه تحت السمكه علشان ما تلزقش. والطماطم هناخد بقى وقتنا شويه على ما تبتدي الحاجه اللي على النار تبتدي تطرى شويه. نفتكر برضو ان احنا دايما واحنا بنحط الحاجه على النار، يعني انا لو كنت حطيت الطماطم الاول كانت هتتهري على ما الفلفل والبصل يبتدوا يطروا. فهنحط ايه كل حاجه بالترتيب، دايما نبتدي بالبصل وفلفل الالوان، وبعد كده لو في حاجه تانية، لو هنحط كوسه او هنحط ثوم او طماطم، يبقوا المرحله اللي بعديها علشان لما يتحطوا في النار مفيش حاجه تتهري. يبقى كل حاجه تقريبا مستويه بنفس الدرجه. شويه ملح كده كويسين. الملح طبعا هيبتدي يعمل جفاف للاكل للخضار ويبتدي يطريه اسرع. هقطع الثوم حلقات، مش عايز اهريه قوي او افرمه قوي علشان هيخش الفرن فما يتلسعش او ما يتحرقش. يبقى كده ده كده جاهز. هياخد شويه من الكزبره، طبعا ممكن نعملها مره بكزبره ومره بروزماري، مره بالبقدونس، يعني نخلي دايما الاختيارات مفتوحه قدامنا علشان نقدر ننوع وما نزهقش من الاكل. ابتدت العمليه تشتغل شويه. انا مش عايز اسوي حاجه، بس انا عايز يعني اديهم يطروا شويه يبقى فيهم طعم. عندي اقرب الحاجه كده علشان تبقى كل حاجه واضحه عشان ما ننساش حاجه. دول خلاص فاضل البهارات. هاخد بقى الطماطم والثوم. وبعدين هاخد في الاخر خالص، او يعني قبل ما ابتدي احط الحاجه فوق السمكه، هحط شويه من صلصه الطماطم وهقلبها بشويه من الميه علشان يبقى فيه زي صوص. نضف بس كده ايه عشان ما تبقاش
ده تمام. شويه من البهارات، مش هنحط بقى فلفل حراق ولا فلفل اسود، لان خلاص انا حاطط القرن الفلفل اللي انا حاطه ده حراق جدا، فكفايه كده سبايسي، الا اذا طبعا اذا كنتوا عايزين تزودوا ده راجع لحضراتكم. كده اتاكد ان كل حاجه. ناخد بقى ايه معلقه واحده من صلصه الطماطم، نحطها دايما في نص الطاسه كده، علشان عاده اغلب البيوت هيبقى النار بتبقى نار مباشره، هنحطها كده في الاول هنا علشان نطمن ان هي ايه استوت. هاخد شويه صغيرين من الميه، حاجه بسيطه خالص بس علشان الصلصه تدوب، يعني يمكن 3 معالق كبار، ونقلب بقى كل حاجه مع بعض. هيبقى فاضل لي كده الكزبره والليمون، دول هيتحطوا في الاخر خالص. هاخد هطفي النار، احط شويه من الليمون والكزبره، هقلب بقى التقليبه الاخيره دي من فوق النار كده، واكون مجهز طاسة أو صينية تخش الفرن، نحط عليها البصل كده. وبعدين بنعمل كده ليه؟ علشان مفيش حاجة تلزق، ونبقى مطمنين إن إيه إن إحنا هناكل حتى الجلد يبقى كمان مقرمش. ديها بس شوية زيت، سنة ملح، في ناس بتحب، أنا بحب البصل جدا، في ناس بتحب البصل، يعني البصل ده هيتاكل مش هيترمي. وبعدين ناخد السمكة مفرودة كده، معلقة. الصنوبر ده مش متحمص، فعشان كده هحطه على طول على السمك وهي داخلة الفرن. نقلب كده تقريبا ونطمن ان كله تمام التمام. اللي يفضل ده على فكرة لو عندنا شوية مكرونة، ممكن بمنتهى البساطة نحط عليها شوية مكرونة، وبألف هنا وشفا. مش عايزين بس نزود قوي، يعني مش عايزين نبقى مليين كل حاجه على الاخر عشان تبقى السمكه باينه. ودي على ما هطلع فاصل، هدخلها الفرن دلوقتي وهطلع فاصل 10 دقايق بالكتير، وهتلاقوها جاهزه على الاكل. كده خلاص شويه زيت زيتون وشويه من الصنوبر، ونطلع ندخلها الفرن، نطلع فاصل. خليكم معايا بعد الفاصل نشوف الطبق التاني. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، دخلت السمكه الفرن 10 دقائق وتبقى مستويه. نعمل دلوقتي سلطه سلمون مدخن، نقول المكونات: خس، سلمون مدخن، زعتر فريش، ليمون، مايونيز، عصير ليمون، طماطم شيري، هستعمل زيت زيتون وملح وفلفل. هبتدي الاول اعمل دريسنج، هي قصه كلها دريسنج، هي مفيش حاجه خالص صعبه، كل حاجه جاهزه. هاخد بالزعتر واحدة واحدة كده عشان الموضوع يبقى سهل، لو ايه بالراحة عملنا كده بايدينا هينزل الورق بتاع الزعتر، هو ده اللي فيه الطعم. لو اخدنا العيدان دي بتبقى ممررة سنة. لو بنعمل شوربة ممكن نحطها سليمة زي ما هي، عشان مش هناكلها، هنطلعها بعد كده في الاخر. انا محتاج مثلا 5 6 عيدان من دول كده. طبعا ممكن نبقى نغير، لو مش عايزين زعتر ممكن نعملها بأي نوع من أنواع الأعشاب أو الهيربز التانية، يعني زي الروزماري أو ممكن شبت، ممكن أي حاجة، يعني أي حاجة خضرة بنحبها ممكن نستعملها. طبعا عارفين حضراتكم لما بنستعمل حاجة فريش بيبقى طعمها أضعف شوية من الـ من الـ من الباودر، من المجفف، بس دي ليها طعم ودي ليها طعم. هنقول دي تقريبا معلقة صغيرة كده كفاية. وعايز اقول لحضراتكم حاجه برضو، لو بنعمل سمك في الفرن والسمك طلع مش مستوي، مش لازم نتخض خالص، مفيش مشكله، يعني هنرجعها الفرن تاني ونسيبها يمكن كمان 5 دقايق وهتتظبط. ادي كده الليمون، زيت زيتون تقريبا اقل من ربع كوبايه بشويه،
اللذيذ بقى في الدريسنج ده ان احنا ممكن نسيبه في التلاجة، نحطه في علبة بلاستيك او نحطه في برطمان، ممكن يقعد لحد 4 5 ايام نقدر نستعمله، يعني يبقى جاهزين بالسلطة، وعلى طول نطك على طول نحط الحاجة في الايه في على السلطة. شوية من الملح، حاجة بسيطة من فلفل اسود. طبعا لو عايزين نخليها حرقة ممكن نحط بقى اي حاجة من المكونات الحرقة. هستعمل شوية من المية، وهستعمل مايونيز، هاخد معلقة واحدة بس مايونيز. لو هنستعمل مايونيز في الدريسنج ده يبقى مش هينفع نسيبه في التلاجة كتير، لو هيشتغل زي ما هو كده يبقى ممكن نحطه في التلاجة، فده المفروض احنا هناكله على طول. ناخد معلقة واحدة كده، وبعدين مضرب ونقلب واحدة واحدة كده لحد لما المايونيز يمتزج مع الزيت. هو المايونيز برضو عشان تبقوا حضراتكم عارفين بيض وزيت، فهو على طول هتلاقوه مسك مع بعضه كده. نخفه شوية بس بالمية، حاجة بسيطة كده، ممكن سنة كمان. لو فضلنا نضربه بالمضرب تاني هيجمد، فاحنا مش عايزينه يجمد، احنا عايزينه يا دوب بس يبقى دريسنج، يعني يبقى سايب سنه، ما يبقاش ماسك في بعضه قوي. فاحنا كده تمام بالنسبه للدريسنج. نجيب بقى سكينه ممكن دي، ونقطع شويه من التشيري توميتو او الطماطم التشيري، نقطع كده مثلا 5 6 وحدات، ونخلي شويه نخلي نقطع كبار ونخلي الصغيرين سلام زي ما هم، علشان اللي بيحصل ان الحامض اللي جوه الطماطم لما بينزل في السلطه بيخلي طعمها يبقى حلو جدا. ناخد كمان 2 كده، والباقي هنستعمله على طول، هنحطها على طول على السلطه. يبقى كده فاضل عندنا الليمون، نقطعه شرايح. ماشي، دي مش هتنفع، ممكن ناخد دي. هو هيبقى يعني الليمون ده هيعمل شكل، وهيبقى برضو لو عايزين نزود نعصر عصرة ليمونة على السلطة يبقى ممكن نعمل كده. فاضل نجيب طبق. حاجة مهمة قوي واحنا بننضف الخس، الفكرة مش ان احنا ننضف الخس ان احنا نطلع الخس من الخصاية ونفرده، لا، احنا بنطلع الخس ونبص اذا كان يعني كل ورقه بنبص فيها اذا كان فيها حاجه بني، ساعات بيبقى في حاجات مش عايزين ناكلها، فدايما نخلي بالنا من الموضوع ده ان احنا لما ننظف الخس نتاكد ان هو اتنظف مش اتغسل بس، اتنظف يعني يتلم منه اي حاجه، اي حاجه بني شكلها مش حلو ساعات بيبقى فيه حاجات عايشه فيه، فاحنا مش عايزين ناكل اكيد الكلام ده. اقطع دول صغير شويه كده، ناخد بقى شوية من الطماطم الشاري كده، وبعدين طبعا سلم المدخن مش هنعمل فيه حاجة خالص غير ان احنا هنرصه كده في الجناب. عايز ابص على السمكة بس في الفرن اخبارها ايه. جميل قوي، قدامها دقيقة او حاجة بسيطة وتبقى جاهزة. ادي كده ممكن نفرد كل حاجة بايدينا، نحط مثلا الليمون كده، وبعدين هحط شوية من الشاري توميتو كمان وشوية زعتر، وهطلع فاصل تكون السمكة استوت، اجهز اخر الطبق ده واحط عليه دريسنج واقدمه لحضراتكم. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، السمك استوت قفلت عليها، وبس فاضل ان انا اكمل بقيه طبق السلطه. اخدت واحده من السلمون المدخن، وايه هنزوق بيها الطبق كده، نحط يعني لفه كده بالايد، الموضوع مش صعب خالص كده. يبقى فاضل عندنا نحط الدريسنج، نلف كده نخليها كده احلى، نحط شويه من الخس، حطيت طبعا شويه كمان من الزعتر،
حط بقى كام طماطمايه كده من اللي متقطعين دول، حطيت شويه من الزعتر الفريش كمان عليها، يبقى فاضل عندي الدريسنج زي ما قلت لحضراتكم عليه مايونيز. يفضل ان احنا ما نسيبوش كتير، يعني ما نسيبوش في الثلاجه كتير، لو قدرنا نستعمله النهارده يبقى خلاص تمام، لو ما قدرناش يبقى هنستغنى عن الباقي. نحط بقى ايه زي ما احنا عايزين، نخلي طبعا الباقي بتاع الدريسنج موجود على الترابيزه علشان لو حد عاوز يزود. هاخد شويه كمان من الزعتر احطهم هنا، ناخد كام واحدة كده، ايه يبقى كده سلطة السموك سالمون او السالمون المدخن بالخس والشيري توميتو تمام. فاضل نطلع السمكة من الفرن ونقدمها في طبق، نشيل بس ده كده علشان تبقى الدنيا كويسة قدامنا، نحطهم في الطبق ده. افتكر ناخد في ايدينا حاجة طبعا عشان ايه اللي طالع من الفرن ده سخن. يا سلام، لو كنت بقى حمصت الصنوبر كان اتلسع اكتر من كده، هو دلوقتي يا دوب اتحمص، لو كنت انا بقى زودت عليه وحطيت وحمصته هيبقى طالع تقريبا محروق كده. بقى المفروض نبقى مطمنين ان البصل اللي تحت ده بيحمي السمكه ان هي ما تتلسعش. هنحتاج حاجه تانية نطلع بيها، ممكن استعمل دي واحدة واحدة تمام. شفتوا بقى البصل كانت فايدته غير ان هو يتاكل، ان احنا مطمنين ان مفيش حاجة هتتلسع او مفيش حاجة هتلزق. هناخد منديل كده ننضف الطبق، طبعا مكان ما كنت بنقلها من الطاسة للطبق بيحصل شوية زيت او شوية من الصوص بينزل على الطبق كده. ممكن ناخد شويه من الصنوبر، شويه كمان طبعا، ده بقى لو كنتوا عايزين تحمصوه ده ممكن كان يتحمص، لكن اللي داخل الفرن يفضل ان احنا ما نحمصوش. واكيد مدام سمك يبقى هنستعمل ليمون. خلينا دايما نخلي بالنا من السكاكين، ايه نستعمل دايما السكينه ونبقى متاكدين انها نظيفه. ده بقيه الليمون بتاع السلطه، ممكن يعني شويه صنوبر كمان كده تمام. يبقى النهارده عملنا سمك بولتي بالصنوبر والخضار وسلطه سلمون مدخن بالطماطم والزعتر. الف هنا، اشوفكم في حلقه جديده. باي باي.